حقيقة أنها مواقف مؤثرة جدا. ويعني بهالمناسبة أنا أود أن أهدي هدية. تفضل. أهدي هدية باسم المكتب للرجال الذين يقفون في الصف الأمامي عند المرضى، وهم الأطباء والممرضين الذين يعالجون مرضى كورونا ويعرضون أنفسهم وصحتهم لهذا المرض. وقد سمعنا من عدد من الأطباء من تعرض لهذا المرض، نسأل الله عز وجل أن يشفي المريض منهم ويرحم المتوفى إن كان من المسلمين، وأيضا يعرضون أطفالهم ويعرضون أسرهم لهذا المرض. هؤلاء يستحقون منا في المكتب أن نهديهم عدة أسهم في هذا الوقت. إذن هذه أسهم من مكتب الدعوة بالروضة لرجال الصحة لأبطالها من أعلى الهرم إلى أعلى الهرم كذلك، لأنهم كلهم في أعلى الهرم يقومون بهذا الواجب وهذا العطاء وهذا الخير. وعندنا خط دفاع ثاني إن كان وهو الأول، رجال الأمن كذلك والمرابطين. الشيخ عبد المجيد، صحيح. يعني يسر المكتب حقيقة الدعوة، وهو حقيقة من الأشياء مسؤوليات المكتب أن يقدم أسهم من هذا الوقف المبارك، وقف روضة بمكة المكرمة، إلى رجالنا البواسل على الحدود الجنوبية، فلهم بإذن الله أسهم تقدم لهم المكتب. وقف الروضة بمكة، عمرك يفنى وأجرك يبقى.